الامور اختلفت. لو سجل سي الشيخ هدفه كان واحد من اجمل اهداف البطوله، لانه عمل مجهود فني كثير كبير فيه مع الكره العرضيه. ادب اتجاه رستم يلعب يسجل جول. رستم مره جديده عم يهز شباك احد الكبار بعد ما سجل بمرمى الانصار، بعد ما سجل بمرمى الصفا ايضا عم بيسجل بمرمى النجمه وعم يرفع القميص الرام 14. طبعا عم يهدي الهدف لعدين ملحم بهاللحظه العناق هو وياه طبعا على مقاعد البدلاء. بور رستم امام فريقه السابق، كنا ذكرنا انه ما نجح بالتسجيل بمرمى الراسينج عندما كان مع النجمه، ما نجح اصلا بالتسجيل بمرمى الراسينج الا بس لعب لفتره قصيره مع الاخاء الاهلي علي. عم بهز شباك فريقه السابق والراسينج عم يتقدم 2-1. شوفوا بالاعاده لسينا صورو ايضا هو كان ورا الهدف. بور رستم عم يستدير على نفسه، عم يستدير على حسين حمدان وعم بيسجل الهدف الثاني بمباراه اليوم. هدف جميل جدا مره جديده للراسينج وتقدم مستحق لفريق الراسينج بالوقت يلي النجمه